Hello our student. Today we will talk about Connect Unit 3. It's title Off to school العودة للمدرسة. Off to school Part 2 Phonics دوات الصوتيات. Shh, sound of SH. Shh. عندي كلمات فيها حرفين SH. Sharpener SH. Sharpener براية. Sharpener SH. Shop محل. Shop Sharpener Shop Listen sound is it sh Sharpener shop. In this picture shirt قميص. Shirt sh shirt. Fish سمكة. Fish shirt قميص. Fish سمكة. الساوند SH. ش. جه في أول الكلمة وجه في آخر الكلمة زي كلمة fish. This picture T-shirt أهو جه في نص الكلمة يا ولاد. Sound of SH. ش. T-shirt. Trash جه في آخر الكلمة. Trash ش. Trash قمامة. Trash T-shirt Trash Shark سمكة قرش. Sound SH. Shark sheep خروف. Sound of SH. sh sheep خروف. يبقى shark sheep. Sound of AR. R Sharpener براية. Sharpener R Shark Listen sound AR. Shark سمكة قرش. Shark Car سيارة. Car Excel yourself اختبر نفسك. التايتل بتاعي بيقول لي Find the odd one out اوجد الكلمة المختلفة. عندي Shark Fish Trash. Think and write your answer in comment. فكر كويس واكتب إجابتك في الكومنتات. Examples Answer Again. How many coats are there? How many يعني كم عدد. بعد how many بيجي الحاجة اللي أنا بسأل على عددها. زي هنا أنا بسأل عايز أسأل على عدد الجواكت أو البلاطي. قلت how many coats are there. كم يوجد عدد البلاطي أو الجواكت. How many coats are there كم عدد البلاطي الموجودة. عندي coats خلي بالك هنا plural noun يبقى how many دي question word معناها كم عدد ويجي وراها coats plural noun يبقى how many دايما يا ولاد بيجي وراها plural noun اسم جمع are there. طب تعالوا كده نشوف في الصورة بتاعتنا. عندي يلا كده نعد count 1 2 3 4 يبقى لما اجي اجاوب هقول ايه يبقى كده معايا همشي question word بتاعتي how many و question mark. لما اجي اجاوب هقول انا هنزل زير الاول وبعدين ار، هقول زير ار واحط النمبر بتاعنا. لسه قاعد وقلت ايه؟ 4 زير ار 4 كوتس، زير ار 4 كوتس، يوجد 4 بلاطي. يبقى لما قلت لك how many coats are there its answer there are 4 coats. There are 4 coats. How many hats are there? How many hats are there? كم عدد القبعات؟ احنا قلنا how many بيسأل عن العدد، كم العدد، وبعد how many بيجي الحاجة اللي بسأل على عددها hats، حطينا are عشان hats ديت جمع there. طيب لما باجي أعمل الإجابة أو بجاوب على السؤال دوت بشطب على how many أكنها مش موجودة وبشطب على question mark. ببدأ بإيه؟ there are، بعد كده count بعد على حسب الصور. أنا عندي كم صورة قبعة؟ 3، وبعد كده بكتب الحاجة اللي أنا كنت بسأل عليها أصلا hats. There are 3 hats. How many كم عدد؟ How many hats are there? There are 3 hats. Language focus. Language focus دلوقتي القاعدة بتاعتي. قلنا أنا عندي السؤال بتاعي لما بسأل عن عدد بقول how many plus how many بيجي plural noun الاسم الجمع وبعدين are there. how many plus plural noun plus are there. how many وبعدين الاسم الجمع وبعدين are there. لما اجي اجاوب هقول there are وبعد كده number. number دوت عدد الاشياء اللي انا بسأل عليها، زي السؤال اللي قبل كده كان بيسأل عن عدد الكوتس وكان بيسأل عن عدد الهاتس. there are وبعد كده بكتب النمبر. Excel yourself، اختبر نفسك. السؤال بيقولي look and answer with yes or no، انظر وأجب ب yes نعم أو لا. هنا these are permits what will you choose it is a shark yes or no. think answer and write your answer in comments. فكر وجاوب واكتب إجاباتك في التعليقات. practice the time of practice وقت التمرين. يلا نعمل تمارين على اللي احنا لسه قايلينه يا ولاد. بيقولي look and answer with yes or no، ده نمط سؤال بيقولي look انظر and answer أجب ب yes or no نعم أو لا. تعالى كده معايا نبص نمبر 1. نمبر 1 stand up please yes or no. نبص للصورة بتاعتي كويس. يلا نترجم بقى الجملة بتاعتنا. بيقولي stand up please قف من فضلك، وانا عندي الصورة هنا الولد بيقف هعمل دايرة على yes. نمبر 2 a carpenter makes tables and chairs for school. a carpenter النجار makes يصنع tables ترابيزات and chairs وكراسي for school للمدرسة. هنا جايب لي صورة gardener، gardener يعني بستاني. طب نقرا تاني. بيقولي a carpenter makes tables and chairs for school. إجابة no. دايما بترجم الجملة وبعد كده بشوف الصورة. a carpenter makes tables and chairs for school. find the odd one out. shirt glasses right. المفروض بطلع الكلمة المختلفة وبعمل عليها دايرة. أترجم الأول. shirt يعني إيه؟ قميص. glasses يعني إيه؟ نضارة. right يعني إيه؟ ده الفيرب معناه يكتب. الكلمة المختلفة هتكون الفيرب right يكتب. shirt و glasses ديت حاجات I wear it برتديها. right ده verb عشان كده هي دي الكلمة المختلفة. number 2 brown boots grey. brown بني، بوتس حذاء برقبة، جراي ده كلر معناه رمادي أو رصاصي. الكلمة المختلفة هتكون بوتس لأن براون وجراي دول كلرز ألوان، يبقى الكلمة المختلفة عندي النون بوتس حذاء برقبة. شارك فيش جرين. شارك يعني سمكة قرش، فيش سمكة، جرين أخضر، شارك وفيش دول يعتبروا ناونز، اسماك، وجرين يعني ده color لون اخضر، يبقى المختلف عندي green. That's right, excellent. زي ما هو. Practice. Look at the pictures and complete with. انظر للصور واكمل. مديني 3 words، 3 كلمات. hats يعني قبعات، is the verb to be معناه يكون، للسنجولر للمفرد. gardener يعني بستاني. Number 1 جايب لي صورة gardener بستاني، بيقول لي A space looks after the school garden. من الصورة كده هنختار كلمة gardener بستاني، البستاني بيعتني بحديقة المدرسة. احنا اخترنا 3 كلمة، عشان كده الكلمة اللي بختارها بشطب عليها سنة تانية منساش، عشان ما اتلخبطش واختارها مرة تانية. السؤال التاني how many space are there، كم عدد نقط. يوجد هنا كم عدد، او هنا بيسأل على عدد ايه، المفروض ايه من الصورة؟ بيسأل على عدد القبعات، واحنا متفقين ان how many بيجي وراها plural noun، يبقى اختار كلمة hats. how many hats are there، كم عدد القبعات الموجودة. how many hats are there. Number 3 بيقول لي this space a cube. لما باجي اشاور على near singular noun اسمه قريب بقول this وهنا بيقول لي space وبعدين كلمة cube، cube يعني مكعب. this is a cube. This is a cube، هذا ايه؟ مكعب. supply the missing letter. اديني كلمة وفيها حرف شايله او حذفه، المفروض كلمة brown. brown brown. انا قلت brown sound او w b r o w n brown بني. stand up stand up sound to letter a، بقول sta a stand up s t a n d وبعدين كلمة up u p stand up. listen 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 استمع. listen to sound I listen L I S T E N، وقلت لك listen خد بالك ان T silent L I S T E N listen استمع. discover اكتشف. سؤال discover اللي عندي match sell. مديني some words. Number 1 nurse ممرضة. Number 2 carpenter نجار. Number 3 cleaner عامل نظافة. Number 4 gardener بستاني. مديني البيكتشرز والمفروض أوصل كل كلمة بالصورة بتاعتها. Number 1 nurse، nurse يعني ممرضة. هروح للصورة number 6 رقم 3 وحاطة جنبها number 1، يبقى number 1 عند الممرضة. Number 2 carpenter يعني نجار، الصورة الرابعة هكتب عندها number 2. cleaner يعني عامل نظافة، هروح لأول صورة واكتب عندها number 3 cleaner عامل نظافة. gardener يعني بستاني، اللي بيعتني بالحديقة. gardener هكتب عنده number 4. excel yourself اختبر نفسك. complete أكمل. مديني صورة ممرضة. space makes me healthy for school. think. Number 2 a gardener space after the garden. think, answer and write your answers in comments. look and complete with. انظر واكمل بيه. جاب لي some words and practice. بنكمل برضو يا اولاد، ده السؤال التاني في discover. cylinder spheres pyramids cone cube. تعالوا كده نترجم. قلنا السلندر، سلندر يعني اسطوانة، سفيرز يعني اشكال كروية، بيراميدز اشكال هرمية، كون مخروط، كيوب مكعب. نمبر 1 this is a يلا كده شكل ايه ده يا ولاد؟ مخروط، يبقى this is a cone زي الكون اللي احنا بنشتريه كده في الايس كريم. These are space they look like planets. These are المفروض الاشكال ديت اشكال كرويه عامله شبه الكره اللي انت بتلعب بيها. They look like planets يعني هم بيشبهوا الكواكب، واحنا اخدنا الكواكب قبل كده يا سنه تانية. هيبقى these are spheres look like planets. spheres ال PH بنطها F. these are spheres look like planets. look and complete. هنكمل. مديني صوره اسطوانه. this is a اسطوانه يعني ايه؟ cylinder. This is a cylinder. Number 4 مديني صورة مكعب. This is a space we can play with it. This is a cube. مكعب يعني cube. Number 5 آخر حاجة جايب لي صورة أشكال هرمية أو الأهرامات. These are pyramids. These are pyramids. هؤلاء بيكونوا أهرامات. يبقى this is a cylinder. هذا يكون اسطوانة أو هذه تكون اسطوانة. Number 4 this is a cube. We can play with it. هذه أو هذا يكون مكعب. We can play with it. إحنا نقدر نلعب بيه. These are a pyramids. هذه تكون أهرامات. These are pyramids. See you soon. Bye bye, grade 2. Good luck.